كيف انجح في اي مشروع تجاري يا ابو محمد؟ اذا اردت ان تنجح في اي مشروع تجاري وتصبح رجل اعمال عليك ان تطبق 5 قواعد وستصبح باذن الله سبحانه وتعالى. القاعده الاولى توكل على الله، يقول عليه الصلاه والسلام لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتعود بطانا. القاعده الثانيه تحديد الهدف، حدد هدف واحد ومشروع واحد ولا تتشتت في اهداف ومشاريع متعدده، فمتى حددت الهدف ستنجح باذن الله سبحانه وتعالى. القاعده الثالثه الاستمراريه، استمر ولا تيأس، إذا سقط انهض وإذا فشل كرر المحاولة. القاعدة الرابعة التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فمن أحسن الظن بالله سيعطيه الله سبحانه وتعالى ما يظن. يقول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. القاعدة الخامسة الثقة بالله سبحانه وتعالى، ثق بأن الله سيحقق هدفك وسيحقق مشروعك، فمتى طبقت هذه 5 قواعد ستصبح رجل أعمال ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أنك تكون رجل أعمال يا أبو أحمد. إن شاء الله إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله، ورحم الله من سام في نشر الخير والتوعية بين الناس، وتابع الحساب وكن سببا في نشر الخير.